بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سألني أحد الإخوة عن الشيخ أبو سليمان فؤاد الزنتاني حفظه الله تعالى، وذكر أن هناك من يشقب على الشيخ ويثبط عن حضور دروسه وعن سماع ما يشرح من كتب وما يعلم الناس، فعجبت لهذا المثبط وفعله، فما عرفنا أخانا الشيخ أبا سليمان فؤاد الزنتاني إلا بكل خير، فهو بحمد الله على سنة، وهو من طلاب الشيخ الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وقد استفاد فائدة عظيمة من علمه، وهو على اطلاع واسع. فعجيب لمن يتطاول على مشايخ السنة الذين نفع الله بهم في مواضع كثيرة، وما إخال مثل هذا إلا أنه صاحب هوى منغمس بين السلفيين، كحال المنافقين الذين كانوا بين الصحابة في غزوة أحد، نسأل الله السلامة والعافية، يثبطون الصف. فأنا أسأل الله تعالى أن يهدي هذا المثبط وأمثاله، وأن يبارك في الشيخ وفي علمه، وأحث إخواني من طلبة العلم في ليبيا وفي الشارقة وفي كل موضع أن يقبلوا على دروس الشيخ وتوجيه الأسئلة إليه، فهو على خير عظيم، بارك الله في جهوده وزاده علما وثبته وإيانا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، الحمد لله رب العالمين. قاله أبو أنور سالم بن عبد الله بامحرز يوم الجمعة 11 من صفر عام 38 و400 و1000 للهجرة.